كثير منا بيمر بنماذج كثير بحياته او بتمرق بحياته اشخاص عنيده حسب طيوب، بتلاقي حدا اناني نرجسي. كيفيه التعامل مع هاي الاشخاص؟ كثير من النماذج تكون محيطه فينا، احيانا بتلاقي حدا مزاجي، وكلياتنا عم نمر بضغوطات اقتصاديه ماديه، يعني في ظروف جدا صعبه على الكل. فكيف فيني انا اتعامل مع هاي الناس فعليا بعيدا عن ضغوطاتي؟ يعني هيدا كثير الموضوع فعليا نحن بنسأل حالنا قديش فعليا بنكون صامدين قدام كل هي المعايير. صحيح نور، وبالعموم يعرف هذا المصطلح بالذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي. ممكن الشخص يكون على المستوى الشخصي عنده كثير مهارات وقادر كثير يقدم نفسه، ولكن لا يعرف ان يتعامل مع الاشخاص وانماط الشخصيات الموجوده. وطبعا بنعرف انه عالم النفس ادوارد سورنديك قال بانه لا يولد احد ذكيا اجتماعيا، بل يكتسب مجموعه من المهارات التي تسهم في تعزيز ذكائه الاجتماعي وتنميته. فكيف فينا نكون نتعامل ضمن هذا النطاق اللي هو الذكاء الاجتماعي؟ شو هي العوامل اللي لازم نكتسبها وكيف لازم نوظفها ضمن حياتنا الاجتماعية لحتى نقدر نتعامل مع كل أنماط الشخصيات؟ هذا السؤال وغيره من الأسئلة رح تجاوبنا عليه ضيفتنا الاختصاصية طبعا النفسية الأستاذة سلام القاسم. صباح الخير ويسعد أوقاتك. يسعد صباحك يا رب ويسعد صباح المشاهدين. الذكاء الاجتماعي أكيد أو الذكاء التفاعلي هو مثل ما قال عالم النفس المشهور عام 1920، بالحقيقة كان أول تعريف للذكاء الاجتماعي اللي هو عبارة عن القدرة على التفاعل والفهم مع الرجال والنساء، مع الصبيان والبنات بهدوء وبروية، ومعرفة العلاقات الإنسانية ضمن سلوك معين ممنهج يؤدي إلى لغة حوار جيدة بقدرة على التفاهم والتعامل مع الحالات الإنسانية والسلوكيات الواضحة والظاهرة في المجتمع. وكثير اختلفت الآراء بتعريف التفاعل الاجتماعي وبتعريف الذكاء الاجتماعي، فناس اعتبروه أو بعض علماء النفس اعتبروه جزء من الذكاء المتعدد، وبعض آخر اعتبروه لا، أنه هو القدرة على التعامل مع العلاقات الاجتماعية بحكمة والتصرف بشكل صحيح في جميع السلوكيات. طبعا بالمجمل هو الذكاء الاجتماعي هو طبعا ما هو محض الصدفة وما هو أبدا بيخلق مع الشخص، ولكن هو بيكون نتيجة تدريب واكتساب لمجموعة من المهارات بيتعلمها الإنسان خلال حياته، ولكن بيكون عنده الاستعداد لاكتساب هاي المهارات. في مجموعة أكيد من العوامل يلي بتأهل لحتى يكون الذكاء الاجتماعي. كثير في أقوال أو تعاريف تدخل تحت هذا المسميات، ممكن نقول مثلا نحن شخص دبلوماسي، شخص بيفهم بفن الأتيكيت، بتندرج تحت هذا المسمى لأنه عنده قدرة على جذب الآخرين والتعامل معهم، وبنفس الوقت أنه يكون عنصر المحبة والتفاهم هو اللي موجود بأي علاقة إنسانية موجودة. أكيد. يعني نقول لك يسعد صباحك مرة تانية أستاذة، خلينا نحكي بالمجمل، عرفنا نحن الذكاء الاجتماعي كيفية التعامل الاجتماعي. مثل ما قلنا ببداية الحديث هو ما بيخلق الشخص ذكي اجتماعيا، يكتسب مع مهارات أخرى. خلينا نحكي شو هي أهم السمات اللي بتكون موجودة بالشخص اللي يصنف ضمن أنه شخص ذكي اجتماعيا. هلأ كثير من الصفات اللي كثير مهمة هي الإنصات الفعال. كثير الانصات الفعال مهم. الانصات الفعال مو اني انا اعمل حالي انه عم اسمعك او اني فهمت عليك، لا، هذا ابدا ما نو هيك، هذا اصغاء. تماما. اما الاصغاء الفعال فهو كثير مهم. افهم التفاصيل، انتبه لملامح وشك انا، لتعابير الوجه، كيف عم تحكي، لحتى يكون في بيناتنا بصير ثقه، بيكون في ثقة متبادلة، في احترام، في تفاهم. هذا الإصغاء الفعال هو اللي بيعمل رابط قوي ما بين الأشخاص. حتى في مرة مقولة أو حادثة صارت لإحدى السيدات أنه هي كانت بدها تنتحر، فاتصلت مع شخص أخصائي نفسي وقعدت تحكي له هيك. مع الزمن ومرت الأيام هو ما عمل لها شيء، فبعد 20 سنة شافها أنه لساتها موجودة وما انتحرت، فسألها شو اللي صار؟ قالت له مجرد أنك سمعتني بشكل جيد أعطاني الأمل والقدرة أنه لحتى أبقى على قيد الحياة. فالإنصات الفعال تخيلي قديش مهم لحتى أنه هو يكون وسيلة تواصل. إضافة للغة الحوار، كثير من الناس بتحكي، قولي له نحكو بس ولكن كيف الحكي؟
صحيح. كيف الكلام يلي لازم يكون، شو هي اللهجة اللي لازم ينحكى فيها، كيف طريقة الكلمات، انتقاء الكلمات كتير مهم بالتعامل مع الأشخاص لحتى تحسني تجذبي الأشخاص اللي قدامك ويكون عندك ذكاء اجتماعي. بدها تكون لغة الحوار هي لغة مميزة، كلمات منتقاط، في اهتمام بالشخص المقابله. كتير مهم نحن إنه ما نلجأ للجدل، الجدل بيلغي الذكاء الاجتماعي. الجدل وانه نقطع الحديث ونوقف ما نخلي الشخص اللي قدامنا يحكي، كتير هذا مهم انه نحن نبعد عنه. الابتعاد عن الجدل هو عنصر كتير مهم من عناصر او من اولويات الذكاء الاجتماعي. اضافة لعنا في شيء كتير مهم هو اسمه ادارة السمعة. إدارة السمعة يعني إنه أنت تعملي سمعة لإلك، تعملي اسم لإلك، يعني مشان لما مثل ما بنقول فخامة الاسم تكفي. شو يعني فخامة الاسم تكفي؟ يعني أنت عملتي سمعة، عملتي سمعة جيدة لإسمك، لإلك، لوجودك. مجرد إنه ينطرح هذا الاسم بيقولوا الشخصية الفلانية عندها قدرة على التعامل، إنسانة فهمانة، إنسانة جيدة، إنسانة متعاونة، دبلوماسية، تنذكر الصفات الجيدة، أنت عملتي بنيتي هي السمعة وأدرتيها بشكل جيد. طيب مهم كثير الثقافات، بس بحب أشير لهالموضوع انه الثقافات المختلفة نحن ما بدنا نتعامل مع الاشخاص بشكل حدي، انا بعتمد على حالي وبنسى الاشخاص اللي حوالي، لا، لازم نتعامل مع جميع الثقافات والعادات والعقائد والاديان بروية وبهدوء ونتقبلهم ويتقبلونا، هذا كثير مهم بالذكاء الاجتماعي. اكيد حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا واللي هي ادارة السمعة. في كثير اشخاص معروفين بيقولوا لك هذا الشخص كثير خبيث او كثير هيك بيقربوا بين الذكاء والخبث، وهذا كثير خبيث وذكي، ما بتقدر تاخذ منه لا حق ولا باطل، بيعرف كيف يرد على كل شخص. وفي ناس بتقول لك هذا شخص منافق، بتعتبره انه هو بيبتسم مع الكل، بيمشي اموره مع الكل، بيساير الكل. ففي بقى تفريق بين الدبلوماسية أكيد. والمسايرة، وأنه صديق الجميع وليس صديق أحد مثل ما بنعرف. فشو رأيك بهذا الشيء؟ خلينا نميز بين الذكاء الاجتماعي وبين هاي الصفات اللي حكينا عنها. هلأ في ناس كتير بتقول أنه الإنسان المنافق هو شخص مثل ما قلتي عنده ذكاء اجتماعي، ولكن هو في الحقيقة مختلف تماما، لأنه الذكاء الاجتماعي أول ما يبنى على الأخلاق. لما بيفتقر للأخلاق معناته افتقر للذكاء الاجتماعي، فكتير فارق مهم. الخبيث دائما والمنافق بتكون عنده الطاقة شريرة، يعني بيتصنع دائما الخير، بيبين على وشه الخير، ولكن في الحقيقة هو يضمر الشر. أما الإنسان اللي عنده ذكاء اجتماعي هو تماما مختلف، هو ظاهره وباطنه نفس الشيء، بيرد لك الخير وبيساعدك بأي خطوة ممكن أنت تطلبيها، وبيكون عنده شخصية وبيكون مقدام وعنده كرم وشهامة وجود، بكل ما لقيت طلبتيه بموقف بتلاقيه دائما سلوكياته جيدة ومواقفه حاضرة. الإنسان المخادع كمان بتلاقي، أو المنافق بتلاقي هو عنده الطاقة الشريرة اللي موجودة، بتلاقي عنده اضمحلال بالطاقة العقلية. أما الإنسان الذكي اجتماعيا في عنده تطوير بالطاقة العقلية. المنافق دائما بفكر إنه هو كسب الآخرين، ولكن في الحقيقة هو خسر نفسه. أما الإنسان الذكي اجتماعيا هو الإنسان اللي بيكسب الآخرين وبيكسب نفسه، ما بيخسر حاله مشان حدا. كتير مهم بالحياة إنه الإنسان يكسب نفسه قبل أي شيء، ما نفع الإنسان إذا كسب العالم كله وخسر نفسه. فهي التفرقة ما بين المنافق وما بين الذكي اجتماعيا هي كتير مهمة لحتى نحن ما يصير هذا الاختلاط. كتير مهم نحن نعرف إنه في شيء اسمه تبادل أدوار. تبادل الأدوار بيختلف عن النفاق. تبادل الأدوار إنه أنت لما بتكوني عم تحكي مع طفل صغير تصيري مثله، تكوني عم تحكي مع إنسان مستواها التعليمي قليل تصيري مثله، ما تقعدي تحكي بالخبراء والعلماء وما توصلي للفكرة، لا، احكي كل إنسان على قده، على مستواه العقلي والفكري والاجتماعي والثقافي. فهذا تبادل الأدوار مختلف تماما عن النفاق أو الخبث. حتى في كتير شعرة مهمة ما بين الذكاء الاجتماعي والكذب، إذا الإنسان ما انتبه لهي الشعرة بيصير تملق، والتملق بيبين معك أنت بحديثك مع الشخص لما بتشوفيه أنه كتير صار عم بيجامل، كتير عم يحكي عبارات، يعني بتقولي شو بو هذا، ليه هيك عم يحكي؟ فأنت هون بتنتبهي أنه أكيد في كذب بالحديث. فالذكاء الاجتماعي هو كتير مهم لبناء الشخصية، لجذب الآخرين، هي مهارات مكتسبة عند الإنسان، ولكن بإمكانه أنه تطويره، بإمكانه تطويره لما بيعرف يطور الوسط المحيط، لما بيعرف يهتم بالتفاصيل الدقيقة.
يلي بتلاقي يمكن الأشخاص ما ينتبهوا له، ولكن هو لازم ينتبه لهي التفاصيل الدقيقة، لازم ينتبه لطريقة الاستماع الجيدة، لازم يحاول يعرف ما وراء الكلمات. لما بيكون في شخص قدامك عم يحكي عبارة معينة لازم تفهمي شو وراء السطور، شو وراء هاي الكلمات ما بين السطور، يعني هذا شو ممكن يكون الهدف من الكلمة اللي عم يحكيها ومن العبارة. لما نحن بنحسن نتعامل بهالشفافية وبهالطريقة اللي كتير حلوة ونهتم لتعابير الجسد، بنحسن نطور الذكاء الاجتماعي اللي موجود عنا. وكتير مهم نحن نشتغل على تطوير الذكاء الاجتماعي كمان، انه نفهم ثقافات الاخرين، نطلع نقرا نشوف وين في جلسات توعيه، نشوف وين في خبرات ممكن نحن نكتسبها، ممكن نطور ثقافتنا. هذا اللي كثير في شغلات يعني بتساعد. ذكرتي هيك بعض التفاصيل، كيف فينا فعليا نطور اليوم الذكاء الاجتماعي بظل الظروف؟ يعني ذكرتي تفاصيل كثير استاذه، بس خلينا نستثمر ونعطي بعض الخطوات لكل الناس اللي بتقول لك فعليا انا حابب اطور الذكاء الاجتماعي لانه صار مهم كثير اليوم اساسا بطريقه التعامل مع الناس بالشغل بكل مفاصل الحياة اللي عم نعيشها. هلا كثير مهم الانسان يشتغل على نفسه قبل كل شيء، لانه لما ما بنحسن نحن نغير اي شيء محيط فينا، ولكن على الاقل بنحسن نغير نفسنا، لانه النفس هي مراه الروح. لما الانسان بيوقف قدام المرايه يكون مقتنع بذاته وبنفسه مهما كانت الظروف صعبه. اكيد نحن ما فينا ننظر على العالم والوضع كثير سيء، ولكن الذكاء الاجتماعي هو مختلف تماما عن الظروف الاقتصاديه الحاليه اللي موجوده. يعني الذكاء الاجتماعي هو كيف علاقاتك مع اهلك، مع قرايبينك، مع رفقاتك، مع زملائك بالعمل. عمل هاي الأشخاص ما لازم أبدا لأنه أنا عاملها بشكل سيء، هي عم تعيش نفس المشكلة، موجودين بنفس البوتقة، الآلام واحدة، فهي مو زنبة أبدا أني عاملها أنا بنفاق أو أني استغل وجودها أو أتعامل بروح شريرة مع الأشخاص أو أضمر يكون إلي وجهين لحتى أتسم بالنفاق أو غيره. كتير مهم التعامل بطريقة مباشرة، وهذا طبعا الإنسان بيكتسبه بطريقة كتير حلوة، أنه يشتغل على تنمية الذكاء الداخلي من الداخل، يشوف شو في عنده نقاط ضعف يشتغل على تقويتها، وين النقاط اللي ما عم يحسن يتلاشاها يحسن انه يعدل فيها، اضافه اذا كان في عنده نقاط قوه انه يستغلها، يحاول يقوي شخصيته. تقويه الشخصيه بتعزز الثقه بالنفس، لما الانسان بيكون واثق من نفسه بيحسن يبني علاقات اجتماعيه اقوى مع الطرف مع الاخرين. ولكن في ناس كثير بتفكر انه الذكاء الاجتماعي هو نفس تعريف الذكاء، هذا طبعا كثير مختلف، لانه الذكاء مثل حسب مقياس الذكاء الاي كيو هو بيكون انه الانسان عنده نسبة ذكاء معينة، قادر على الإبداع بمجال معين، ولكن ما هو قادر أبدا على التعامل سلوكيا مع المجتمعات. مثل مثلا أطفال التوحد أحيانا بتلاقي عنده نسبة ذكاء، عنده قدرة على الاختراع، قدرة على الرسم بمهارة تفوق الأشخاص العاديين، ولكن ما عنده أي قدرة للتعامل مع الوسط المحيط والتواصل الاجتماعي. فالإنسان لما بيحسن يشتغل على فن الإنصات، يتعلم بشكل جيد الاستماع للآخرين، يتعلم كيف أنه يهتم بالأشخاص اللي موجودين فيه، يعطيهم اهتمام بالحديث، يطور لغة الحوار اللي موجودة عنده ويحسن انتقاء الكلمات، ويتعلم على تعابير الجسد ليفهم شو مقصود بالأشخاص اللي موجودين قدامه، ولما أي حركة ممكن يعرفوها. يعتمد على استشفاف مهارة الذكاء لحتى يحسن هو يفهم الشخص اللي قدامه يا ترى صادق ولا لا. إذا حس انه الشخص اللي قدامه انه في عنده تلاعب، في عنده نفاق معين، ما بيوجه له التهمه بشكل مباشر ابدا، ولكن بيتعامل معه بذكاء وبرويه. ونحن بنلاحظ كثير بالوقت الحالي وبالسوشيال ميديا في نجاح كثير للناس نتيجه استخدام الذكاء الاجتماعي، لانه هلا الكل عم يشتغل على هذا الموضوع، وكثير ناس عم تحاول تطور القدرات والمهارات اللي موجوده عندها لحتى يوصلوا لنتيجه من الذكاء الاجتماعي والذكاء التفاعلي الناجح. أكيد أستاذة، اليوم كثير عم نشوف، يمكن هي كمان نقطة أشرتي لها، أنه الناس صارت بتعتمد على بعض القوالب الجاهزة أو المقولات الجاهزة اللي بتقراها على مواقع التواصل الاجتماعي، اللي للأسف يمكن ما بنتأكد من مصدرها 100% لأنها كلام منقول. يعني هل هن فعلا خبراء بالتنمية أو خبراء بإدارة الذات والمهارات اللي حاطينها أو اختصاصيين بعلم النفس؟ بنسمع عن قصة قصيرة بيقراها الشخص، بيحبها، بيتفاعل معها، بينشرها، وبتزداد هي الحالة، وصار في عنا قيم جديدة وقدوات جديدة عم بتصدرها هي المواقع لحياة الأشخاص. برأيك قد هي بعيدة عن الواقع
قد هي بعيده عن تحقيقها بالحياه، وفي بعضها بيكون مثالي زايد عن اللزوم. يعني هلا الانسان هو لحاله هو بيعرف شو اللي بده اياه واللي ما بده اياه، شو اللي بيلامس مشاعره واحاسيسه عفوا صح، وشو اللي بيكون بعيد عنه. هلا اكيد في مقولات هي ما انا صحيحه ابدا، بده يعرف يختار المواقع اللي هي بيكون فيها دقه وفيها صحه بالمعلومه، لانه في مواقع يعني معترف فيها بتاخذي انت كمرجعيه وكمصدر بحث وموثقه، هي بامكانه الانسان. اما انه قيل عن قال وفلان نشر معلومه هلا عم تتاخذ وتنشر، هون بده يكون في كثير انتباه لهالموضوع. هو هذا لا يمت ابدا للذكاء الاجتماعي، هذا مجرد انه معلومات نحن عم ناخذها وعم ننشرها لحتى نبين انه عندنا فهم او عندنا معرفه. يعني بيكون شخص هو له شخصيه تماماً. على المواقع التواصل على الواقع شخصيته مختلفه تماما. تماما، يعني هذا لمجرد انه عالم وهمي، حتى اللي عم ياخذها يعني بيكون هو ما له مآمن بهي الفكره، ولكن بياخذها لانه مشان يصير ترند مثلا او يجيب لايكات وهيك. هذا مختلف تماما. الذكاء الاجتماعي انه انت تكوني على ارض الواقع، تكوني موجوده هنا والان، مكان وزمان، ما يكون عن طريق فقط انه مواصل التواصل، هي مواقع التواصل او السوشيال ميديا هي مجرد وسيله لاظهار العالم الافتراضي. والانسان هلا كونه هي لغه العصر التكنولوجيا، فالكل بده يمشي بهذا السياق، نحن وغيرنا يعني. ولكن هذا يعني هو الذكاء الاجتماعي. الذكاء الاجتماعي هو انه انت تكوني على ارض الواقع، يكون عندك علاقات اجتماعيه جيده مع الاخرين، مهارات تواصل جيده، انصات فعال، اضافه الى لغه حوار جيده وثقافه جيده بالتعامل مع الاخرين، ونبتعد عن الجدل مثل ما ذكرت انا، نبتعد عن النميمه، الحكي على الاخرين، نحاول نكون عندنا مهارات صعب معينه لتبعدنا عن اي اضطراب او اي مشكله ممكن نحن نعاني منها. فعندئذ بيكون الذكاء الاجتماعي هو ذكاء فعال. أكيد بدنا نشكرك بختام أستاذة سلام قاسم، أستاذة في علم النفس، على وجودك معنا وعلى كل المعلومات اللي حكينا عنها. شكرا كثير لك. شكرا لكم، وشكرا للأخبارية على الاستضافة.